العبور بمهارة. الله على هدافه، تبارك الله عليه، لا يتوقف عن الجري ابدا مطلقا. الحارس يتصدى، الكورة رائعة جدا. لا ضيعها، لم يتمكن من الكرة ولم يسيطر عليها كما يجب، لذلك التسديدة كانت تقريبا ضعيفة وبعيدة وضايعة. بالفعل كان متسرع بالتعامل مع الكرة لذلك اهدر الفرصة. هدف كان رائع. الفرصة السانحة للهدف. محلاه اللاعب لما يتغلب على نفسه وينجح في هز جول انيق ودقيق جدا. كرة تتوقف بطريقة اعجازية، شوف السدة، شوف البراد. كانوا يتطلعون لهذه الفرصة بهدف يفتح المباراة.